ازيكم شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج. النهارده هنلعب لعبه بالادنس. بقالي فتره كبيره جدا ما لعبتهاش. مالك يا اخي طيرنا كده؟ طبعا شباب انتم من تعليقاتكم طلبتوا مني اللعبه دي، فعلى اساسه هنزلها مره ثانيه. وبلعب الشخصيه اسمها القناصه، اسمها قناصه والله بتنطقها كده، او الجيم بتنطقها بتقول لك قناصه. المهم شباب الشخصيه دي قويه جدا وحلوه قوي، هتشوفوها عامله ازاي. وانا بقالي فتره كبيره والله، بس هحاول افتكر الجيم اللعبه. يعني بصراحه بخش جوه الجيم بتوه، مش عارف ليه بكتشات تجيني يا عم. هو معانا واحد شيل. طب كويس، ننزل مع العيال. يلا بقى، ايوه روح بقى يا معلم، وانا هقف في مكان واقنص العيال ان شاء الله واحد واحد كده. يلا ان شاء الله كلهم هيت شوت. والله انا هاخد تعذر. ايوه يا سلام. هو من اولها يا معلم. فيرست بلاد، عيب عليك. اول واحد تعالى. لا اوه اتجاب ترى السنايبر هو اللي اتجاب يا معلم. ابو لذيذ الجلات. ايه الجلات؟ شوف العلم رشان. ده في قناص زي جاي لك يا اختي، ما تقلقيش. نزلوني يا جدعان. يلا بقى كويس حلو. يلا الله روح مع الشباب. سيبكم لوحدكم. الشيلد بصراحه واقف بطل، ربنا معاك يا ابني. طب عايز اقف في اي مكان، مفيش مكان عالي هنا. تعالوا ما تستهبلوش. تعالوا اوه ده في شيلد تاني ولا ايه؟ تعالى ايه الحكايه؟ تعالى زبادي. اوه طب ايوه عدي الشيلد يا زعيم. تعالى شوف القناصه اللي فين هسوس. وريني طولك يا اختي. اختفى ولا واقف بالشيلد؟ واقف بطل. ايه هات اجلد يا معلم، اجلد يا معلم. والله 100 100. يا سلام يا سلام يا سلام. مفيش مكان عالي. طيب مفيش اي مكان. اوه مين ده؟ ايوه تعالى ها تستهبل. تعالى والله جبت البنت، جبت البنت يا جدعان. عيب عليك عيب عليك. العربيه بدات تمشي، عايزين نوصلها للمكان التاني يا مسهل. طبعا لازم توديها الجنب التاني بتاع التيم الاحمر ده لو عرفنا. يعني دعواتكم يا شباب. تعالى بنت ايه وريني طولك بس بالله يا عم. استنى تعالى. تعالى تستهبلي. تعالى ايوه اجلد التيم بتاعي. فات ورده كمان. لا بيحاول يجيبني. ضرب كل صح عليا المجنون. بص اوه الثانيه لقطتني، انا فكرت هو اللي موتني. الصوصه طلعت الغداره. ماشي 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 ها ماشي. حطك في الذاكره العشوائيه البر ما هي. ماشي انا هجيب لك ثاني يا اختي. انا بالحق الحصان ده مش عارف مالك. قال ما تمسك على نفسك. قال عايز ايه يا جماعه؟ ولا مش شايف ولا؟ يلا يا احول. يلا يا احول اي خير. تم المسحه بنجاح. ولا ده مش يعني مش شايف ده ولا ايه نظامه؟ يلا يلا انت عارف اسكوت. انا اوه جبته هيد شوت. للاسف ما جاتش في حظك. طب انت يا بنتي يا سوسان قاعده فوق بتندخل، شفتيني ازاي؟ ما عطتني الزرقاء. طب انا عايز اطلع فوق المكان بقى، عايز اشوف مكان والله. ينفع اطلع هنا؟ طب استنى كده والله يا مسهل يا رب ينفع. اوه ليه بس زحله يا جدعان؟ اوه كويس زقوا العربيه حلو. كويس هم زقوا العربيه والله خطير. كويس ننزل بقى مره ثانيه يا شباب. وده التيم اللي معانا ومعانا الشد. فرحان اخويا فرحان قوي يا اخويا. يلا دعينا بقى ربنا يكرم كده ونكسب. ايه ده انا صغير انا كويس. واحنا كمان بتهيل معانا هيل يا معلم. معانا كليريك كويس. يلا ابو الكلاكيك. هو مش عارف انا في حاجات اوه ما ينفع احذف كمان دي يا معلم. حد عدى انا زي لغم يعني، بس ايه نص كوم المفروض اخبيه في مكان. ماشي هو مش معاه غير اخر واحده، المفروض بس معاه اتنين ومعايا حرف الايه يا شباب اللي هو بيكون زي الباور. هنشوف. الله يا مسهل. يلا هات الحصان، هات الحمار يا عم. انجز حالك يا معلم. يلا يلا على المكان. العصفوره دي اللي غيظاني. ها اوه انا خلينا في المكان اللي فوق ده، المكان اللي كله حماس. الراجل واقف في الشتا. اوعى يا ابني ولا عامل بلوعة يا حبيبي. اوعى يا سيدي. بس فين السنايبر؟ ها ورني طولك. قال فين السنايبر؟ اوه في الاستخبى. اوه ادي لازم اجيبه من الناحيه الثانيه. كويس يلا شباب. وراح فين؟ والله اختل. ايوه اظهر وبان عليك الامان. تعالى بت جلدك. تعالى ايه ارزع ارزع. تعال تعال تعال. حط واحد هنا شباب في السريع بس. ايوه تعالى تعالى تعالى. يلا ضربه كمان، ضربه كمان هيد شوت. الله عليك ما جاتش فيه. وانا عمال فرحان لهم زقطت يا عم. قلت انا كده كسبت غاز منها دي. تعالى بت. ايوه كده امسح يا معلم. كده المفروض ضربتها والله. ما علينا حط واحد هنا كمان. لا مش لا مفيش حد ناوي يجي من هنا. لا بس والله المكان ده خرافي. هات البت بتجري جابت ورا. اوه مين اللي جالي؟ انا واقف واحد من ورايا. جالي على غادره. طب خبط يا عم. انا واقف وراك يا عم. طب هيجيب لي هيد شوت. انا بشكلك حلو يعني، شكلك باخ يعني. انت بتموتني كده على غادره. ها انا ما اعرفش تجيبني غير بغادره يا معلم. لازم نروح بسرعه بسرعه مع الشباب. نقف في نفس المكان. بيس هي فين فين؟ العربية بدأت تمشي كويس والله. الشباب ماشيين 100 100 والشيلد والله حنين.
انت مش معانا يا ابني، انت بتحمي مين؟ الله يخرب بيتك، الورده مجنون ولا ايه يا جدعان؟ انت مجنون ايه؟ اوه الورده معانا ازاي؟ انت ماشي ازاي؟ هو واقف مش فاهم حاجه انا والله، الورده واقف شكله يا معلم ما راحش المدرسه ولا دايخ ولا ما تفهمش ماله ده. ما علينا، هنقف هنا شويه، قاعد بيحمي التيم بتاعنا ما شاء الله عليه. المهم طبعا ما فيش شباب كويس، خلينا في لك ساعدنا يلا كويس كده. السنايبر ها وريني طولك يا عم السنايبر. ايوه تعالى اللي بيجري بالحمار ده، تعالى تعالى بقى تشوف تعالى بنت غدار تعالى. اوه يا مرن، يعني انت بتموت اختك، بتموت اختك، بتموت اختك التوام يا غداره. شوف 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 رغم ان انا بحاول اجيبها ما عرفتش. ماشي ماشي، شوف بقى بتقهر انا في الجيم ده، امسك الحمار ده هاكله سم واخلص منه. يلا يا عم نوصل يا جدعان. اوه كسبنا وبالسرعه دي. شوفوا لما جيت بخيت في البيت قلت لها ما هوش اختك ومش عارف ايه وبتاع والتوام، قلقت يا معلم. كويس احنا اللي كسبنا والله، بس الجيم كان سريع جدا، كان سريع جدا. والشخصيه دي مش عارف اه البنت اللي في التيم معانا صح؟ والله الواحد ما عارف، بس المفروض هيوريك الختاميه بتاعتها. ومسكت ولا الشد مسحتها، هي اللي مسحتها يا معلم، مسكت التيم اللي مسيطره. كويس كان لعبها خرافي، والتيم بتاعنا هو اللي كسب يا معلم. فانا هعرف لحد هنا يا شباب، فلو عجبك الفيديو ما تنساناش باب احلى لايك منك، وتنشر المقطع ده على وسائل التواصل الاجتماعي لو عجبك الفيديو يعني. وقول لي رايك في اللعبه، واللعبه يا شباب دي مجانيه، وهحط رابط اللعبه في الوصف بتاع الفيديو، تقدر تجيبها من على موقع ستيم لو انت حابب تنزلها وتلعبها. واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. لو عندك اي تعليق اكتبه لي. يلا سلام.